إيلون ماسك في خلاف جديد هذه المرة مع البرازيلي ورئيسها وزوجته. بدأ الخلاف في ديسمبر الماضي في 2023 عندما أعلنت السيدة الأولى للبلاد مقاداة ماسك بعد تعرض حسابها على منصته إكس للقرصنة ونشر تغريدات كاذبة تضمنت إهانات لها ولزوجها الرئيس لويس لولا دا سيلفا. لكن تطور الخلاف الآن بين البرازيلي ومنصة ماسك المعروفة سابقا بتويتر واضطرارها لإغلاق مكتبها من البلاد بعد إعلان قادم برازيلي إصدار أوامر رقابية ضد المنصة بسبب الإدعاء بأن ماسك سمح بإعادة حسابات تنشر أخبارا كاذبة وخطاب كراهية. والمفاجئ بالقصة إعلان الممثلة القانونية لمنصة إكس بالبرازيل أنها تعرضت للتهديد سرا بالقبض عليها إن لم تمتثل لأوامر قانونية بإزالة المحتوى غير المرغوب من المنصة. فهل تكون زوجة الرئيس البرازيلي خلف تحريك هذه القضايا؟